عليكم ورحمة الله، أطيب التحية لكم مشاهدينا الكرام، ورحب بكم بحلقة جديدة من طبيبك معك. أكثر كلمة ممكن ترعبنا لما نسمع أنه شخص أصيب بالسرطان، لكن هل فعلا هذا السرطان هو راح يكون نهاية الحياة بالنسبة للشخص اللي أصيب به؟ وهل إحنا كنا معرضين لخطر الإصابة؟ كيف نقدر نحصل مثلا تشخيصا مبكر؟ وشون مثلا نقدر نتوقع من إصابتنا بمختلف أنواع السرطانات؟ كل هذه التساؤلات وغيرها راح نجيب عليها بحلقة اليوم، وراح يشاركني الحديث الدكتور أحمد زهير، أخصائي طب ومعالجة الأورام. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. يعني دكتور، تخصصكم تخصص معالجة الأورام، يعني تعتبر من التخصصات اللي مو مسرة مثلا إحنا عندنا بالطب، حكم أنه المرضى اللي يجون يراجعون حضرتكم بالمستشفيات أو بالعيادات الخاصة دائما مصابين بالسرطان، اللي هم أساسا حتى يخافون أو يتجنبون ذكر مرضهم، بحيث دائما المصطلح اللي هم يقولون أنه بيه ذاك المرض بالضبط، وكأنه يخاف حتى من لفظ اسمه ليروح مثلا يسمعهم المرض وينتشر اكثر، هيك الافكار اللي موجوده عند الناس. فاليوم نريد نعطيهم السرطان بالحقيقه العلميه لتعريفه وتشخيصه وطرق علاجه. بدايه دكتور، ايش تقصد بكلمه سرطان؟ حقيقه هي كلمه سرطان كلمه قديمه، نشات من تشابه المرض في مراحل متقدمه مع السرطان البحري. يعني كان يوصل المرض إلى مرحلة متقدمة بحيث الشكل ماله يشبه وبتفرعاته ويعني التصاقه بالجلد يشبه السرطان، ولا هي كلمة قديمة. هسه حاليا نحن الحمد لله يعني ما نوصل إلى هيك مراحل، ولا دا يوصل المريض إلى هيك مرحلة. المصطلح العلمي حاليا دا يكون الورم، وممكن يكون ورم خبيث ورم حميد. كلمة سرطان كلمة قديمة ولهذا ظلت عليها، لكن هي الأورام بحد ذاتها هي الأورام الخبيثة، هي المكافئ العلمي لكلمة السرطان. نعم. طبعا هذا الاسم إلى وقع الخاص والوقع المرعب على المريض نتيجة توقع أنه بالنهاية المحصلة النهائية هو حيكون الوفاة. نعم. بالحقيقة مو كل الأمراض الخبيثة تؤدي للوفاة، هنالك أمراض متعددة يعني تقرب بعد المعالجة تقرب إلى الشفاء. نعم. منها الجراحية، منها الأورام سرطانات الغدد اللمفاوية، ويعني أورام بعض أورام الرحم. نعم. حتى الثدي نفسه حاليا يعني استطالة عمر المريض ليوصل إلى مرحلة تشابه أمراض القلب وأمراض الأخرى اللي تؤدي صحيح بالمحصلة للوفاة، لكن تدخل يعني يدخل حتى المريض في سن الشيخوخة وتبدي باقي الأمراض هي اللي تؤدي إلى الوفاة. نعم. بالأخص سرطان الثدي واللي هو أكثر الأورام شيوعاً سواء بالعراق أو بالعالم. نعم. يعني معدلات البقاء على قيد الحياة الحمد لله وصلت إلى مرحلة أنه بدينا نسميه مرض مزمن وليس مرض قاتل. طبعاً أنواع يعني عدة أنواع ممكن نفصلها. نعم. فمبدئيا يعني الورم الخبيث هو عبارة عن طفرة يعني في داخل جينات الخلايا الطبيعية تؤدي إلى تحولها إلى خلية غير طبيعية من ناحية التكاثر ومن ناحية السيطرة على نموها. نعم. أحسن دكتور، يعني قلت لي أنه هي خلية. نعم. من خلايا الجسم. نعم. ممكن أنه تصير بها في الطفرة بحيث يتغير شكلها. نعم. ويتغير عملها داخل. نعم. العضو اللي هي أساسا موجودة به، فبالتالي الانقسام مالتها وطبيعة العمل مال الخلية نفسها. نعم. تفقد مثلا خلية تفرز غدة، تفرز هرمون معين. نعم. يتوقف هذا إفراز هذا الهرمون وتبدي الخلية بالتكاثر العشوائي وغير. نعم. المنتظم والمتسارع بحيث تؤدي إلى أنه تكوين كتلة كبيرة. هذه الكتلة الكبيرة بعد مرور فترة تبدي تنتقل عن طريق الدم والغدد اللمفاوية إلى باقي الجسم. إلى باقي الجسم. أوكي. نفس هذه الصورة اللي ظاهرة؟ مبدئياً تشبه هذه الصورة. تنشوف هذه الخلايا جوا اللي هي منتظمة. طبعاً هذه الخلية السرطانية توصل إلى عدة ملايين خلية بحيث توصل إلى هذا الحجم اللي يوصل للأوردة والشرايين القريبة. وتبدي عاد تنتقل عن طريق بروتينات معينة، تنتقل بحيث عن طريق الدم وصولا إلى باقي أجزاء الجسم من ضمنها الكبد والعظام. نعم. مو بالضرورة كل السرطانات تنتقل، وممكن أورام خبيثة وحتى يعني الأورام الحميدة أصلا ليش حميدة؟ لأن ما تنتقل. الخبيثة هي اللي عندها خاصية الانتقال. نعم. على الرغم من أنه بعض الأورام الخبيثة ما
ما تنتقل. أوكي، قبل ما نكمل المناقشة أكيد أسمح المشاهدين أن تشاركونا محور حلقتنا لهذا اليوم وطرح أسئلتكم على الدكتور أحمد فيما يخص أي شيء يتعلق بالأورام عبر أرقام اللي تظهر لكم أكيد مشاهدينا. دكتور، الإصابة بورم سواء هو حميد أو خبيث أو يعني بالذات الخبيث تجربة مؤلمة بالنسبة للشخص، وأنت مو بس يعني كطبيب أورام أكيد ما راح تشتغل بس على السرطان وتنطي التشخيص والعلاج، لا، أكو في الجانب كلش مهم بالمتابعة والمعالجة ويا المريض هو الجانب النفسي طبعاً. لأنه إحنا بحكم اللي بنشوفه أساساً من مرضانا أنه الغالبية العظمى يكون وقع الخبر بمثابة صدمة نفسية أساساً لو أكو بيهم كثير جزء أصلاً يرفضون التداخلات العلاجية بمختلف أنواعها. للأسف هي لحد الآن موضوع الوقع النفسي، على الرغم من أنه إحنا نحاول كثيراً أن نشرح طبيعة العلاج، نشرح طبيعة التشخيص، كون المرض إذا اكتشف في مرحلة مبكرة ما حيكون بذات المأساوية لما نكتشفه بمرحلة متأخرة. وطبعا يعني التوعية أدت إلى بعض النتائج، أنه قامت النساء العراقيات يراجعن مراكز الكشف بنسبة محددة، لكن لا تزال هذه موضوع ذاك المرض وأنهزم منطاري يعني هاي لا تزال موجودة. احنا يعني بالمحصله النهائيه نطمح انه نحقق في البيئه نفسيه جيده للمريض، طبعا تساعدنا عاده العوائل، والعوائل الحمد لله احنا بالعراق يعني متكاتفه بدرجه جيده، بحيث انه يعني مرات حتى مثلا ما يشعروا للمريض انه مرض. احنا مو مثل باقي الدول العالم لما نقعد نناقش مع المريض تفاصيل الحاله يعني شلون نقول دستوريا في دستور الطب انه يفترض ان المريض يعني يطلع على كل تفاصيل علاجه. صحيح. احنا درجه الوعي الصحي عند مريضنا ما تسمح لنا انه نشرح كل التفاصيل هذه، فدائما نختار المرافق انه هو مرات هو المرافق يقول لك يعني لا تحجون، خصوصا اذا عنده امراض قلب يخافون عليه وكذا. احنا بالنسبه لنا يعني طبعا هاي تتبع الخبره للطبيب وتتبع كيفيه التواصل الاجتماعي اللي عنده والتواصل اللفظي مع المريض باختيار الكلمات المناسبه. نعم. الحمد لله والشكر يعني بتكاتف العوائل في اغلب الاحيان طبعا مع المريض وتسهيله عليه بعض الجوانب النفسيه والمعنويه نعبر إن شاء الله في كثير من الأحيان، نعبر مرحلة الخطورة ومرحلة العلاج الكيميائي المؤذي، العلاج الشعاعي المؤذي، نعم، إجراء الجراحة، صدمة الخبر. بالمحصلة النهائية إحنا نطلب من العوائل تتكاتف دائما بهذا الموضوع، وأكد مثل هيك لقاء إنه يعني أنا أحب دائما أكد على هاي النقطة لطيفة جدا، النساء الكبيرات بالعمر للأسف ما ينتبهن على أثدائهن، ما ينتبهن على التغيرات اللي تطرأ على أجسامهن، لو بنظرها ضعيف، لو يعني مو ذاك الاهتمام مثل الشابة. وبعض الأحيان نكتشف كتل متأخرة بالنساء الكبيرات. طبعا أنا دائما أنصح العوائل مثل من صفوحتي أنه البنات تدخل ويا أمهن مثلا بالحمام، تحاول تساعدها بتشيك جسمها فيما لو يطرأ في شيء آخر. صح. وخصوصا بالثدي، هذا الثدي يعني هي المرأة الكبيرة ما تعير لذات الأهمية مثل الشاب، ما تجري عليه فحص ذاتي. صح. ما تكتشف كتلة إلا مرات توصل إلى أسميها عين بالجلد. نعم. هاي يعني للأسف نقطة مؤذية، وحتى أنا أعتبرها جزء من بر الوالدين أنه مثلا ندخل بهالخصوصية يعني لغرض حماية الست الكبيرة، حماية أمنا من بعض الشغلات اللي ممكن نعالجها. طبعا هاي هم معلومة جيدة أنه الحمد لله يعني رب العزة كاتب أنه لازم يعني أغلب حالات السرطانات المشخصة عند النساء الكبيرات يكون هرموني موجب، سرطان الثدي هرموني موجب، هذا حتى بعد الجراحة ممكن حتى بدون كيمياوي بس على الهرمون، على الهرمونات. نعم. وهاي بهالطريقة احنا حنجنب أمهاتنا كثير من التداخلات اللي ما لها لازم،
واللي هم اساسا جوز يخافون النتف، لهذا ما يروحون للطبيب ولا يراجعون. طبعا هي دائما اكو فد نقطه عند الامهات العراقيات، كثره التضحيه وتحمل المسؤوليه، ولا دوخ جهال، لا دوخ ولدي بيه ولا ذني. طبعا هاي للاسف عندنا، ويعني تؤدي بعض النتائج، تؤدي بعض النتائج ما حلوه. ما تراجع او تخاف تسمع او تهاي او تخاف تتعب ولدها يودوه. صحيح. فاحنا انا يعني انصح الاولاد وامهاتهم كبيرات انه يعني يحاولون دائما يتدخلون، وحتى لو واحده من البنات تدخل وياها للحمام عاشت ايدك، يعني هي هذه فد نقطه بسيطه جدا. أيوة والله، وتأدي لكن بالضبط نتائج جيده جدا. عاشت ايدك. نعم. ويانا اول اتصال. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، يا هلا. عندي والدتي عندها ورمة، الدكتور أحب أسلم عليه. عليكم السلام ورحمة الله. عيوني يا أهلا وسهلا. عندي والدتي عندها ورمة طلعت في الرأس. نعم. صارت مرارتها من سيبر إن نقلعها. نعم. فرأسها تعبانة، فشخصوا في المصاصة كورمة بالرأس. زين. جد عمرها الوالدة جد عمرها الله يعطيها الصحة والعافية. عمرها تقريبا 74 سنة. 74 مدخنة. اي مدخنة. الورم كبير يعني بالحجم، طلع بالاشعه. أي بالمفاصل. ورمة كبير تقريبا اي شيء 6 يعني. اذا 6 كبير طبعا. لا لازم نتداخل هسه، نجي الموضوع المراره، لازم يصير تداخل، لازم ياخذ من عنده خزعه وعلى اساسه نتصرف. مثل اورام الرئه عند غير هاي النقطه لطيفه. طبعا ورم الرئه دائما يعتبروه ورم قاتل في بعض الاحيان، وخصوصا عند النساء بده يظهر عندنا ورم الادينوكارسينوما. نعم. بالرئه هذا الورم يعني عندما يشخص عند غير مدخنين الطفره الجينيه مالته تختلف عن الطفره اللي تطلع عند الخلايا الحرشفيه عند المدخنين. وبعض الاحيان حتى في بعض المدخنين ايضا تطلع عندنا الطفره. هذه العلاج مالتها بده يكون على شكل حبوب دوبالوجي، اغلوتينب او جيفتينب طبعا، ومعدلات البقاء اعلى بكثير من اللي تتعالج بالعلاج الكيميائي. والده الله يعطيها الصحه والعافيه، يعني يجب ما ناخر هذه، ما ناخر بالتشخيص ونبدا بالعلاج. يفترض اخذ ناظور. طبعا غالب سرطان الغدد الخلايا الحرشفيه حيكون بالجهه المنتصفيه من الجسم، فيدخل ندخل عن طريق الناظور. أوكي. فرجاء اذا مثلا موضوع الناظور عندكم مشكله به، ترى جدا جدا ضروري للتشخيص والوصول الى العلاج. حسين اذا ما تتحمل. تمام. اذا ما تتحمل عفوا، منو قرر ما تتحمل؟ يعني الدكتور قال اللي دا يتابع حالتها، الدكتور قال انه وضعيتها ما تتحمل اجراء ناظر. يعني لا، هو قال لازم ناخذ من عندها خزعه، بس هي يعني نيتها ما تتحمل يعني هيك شيء. انتم تشوفوها ما تتحمل. المشكله اذا انتم تشوفون، فهي تقييمها من الاطباء. انتم تشوفون يعني هذه الحقيقه مصادره لحق المريض بالعلاج. صح. وهي نقطه من النقاط اللي ايضا عندنا بالمجتمع العراقي. نعم. خليها هاي يعني هاي عليها يعني كلش انا حضرتك والله. بس اريد اسالك والله حجي مو صحيحه. احنا بالنسبه لنا هذه لازم ناخذ طبعا عده وسائل للوصول الى التشخيص. اذا انت اذا مثلا طبيب التخدير قال ما تتحمل اخذ عينه او طبيب، فمو الا ناظور، اكو عن طريق خزعه عن طريق المفراس من الجلد ويدخلوا لها عن طريق المفراس. أضعف الإيمان أكو عن طريق أخذ عينة من البلغم، يتجمع البلغم، ينطي مادة تطلع البلغم، بعض التقنيات يسموها سيل بلوك، تجمع السائل اللي جاي من هذا البلغم على شكل نسيج. فيعني هي مال ما تتحمل، يعني هذه جزء منها حتكون إنه أنتم تستعجلون الحقيقة، ذنب برقبتك، لان يعني دا تستعجلون او دا تصادرون حق المريض بالعلاج بمحاوله العلاج. أيوة. بغض النظر عن النتيجه، بغض النظر عن النتيجه، لكن انت لازم تؤدي اللي عليك، وهذا صح. يعني امانه انت مرأة غير قادره على اتخاذ القرار بنفسها،
وانت جزء من بغى الوالدين انه تاخذ يعني انه تخليها تمشي بالاتجاه الصحيح اللي قرر العلم. صح. طبيب التخدير قال ما تتحمل هذه بحث اخر تبدي عاد هاي قلت لك الخطط العلاجيه. تمام. بس اريد اسالك حسين اقوى الوالده هسه انتم بدكم تراجعون على مراره وصدفه اكتشفتوا الكتله اللي تقول عليها انت كبيره الحجم بالرئه، بس قولي بهاي الفتره اللي راحت بهاي السنه سنتين ما كان اكو مثلا عندها فد اعراض الحجيه؟ لا 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 ما عندها ورمه يعني هي مو ورمه احكي لي مثلا قحه مثلا اكو بيها دم سخونه فقدان وزن فقدان شهيه؟ ما عندها اي اعراض تماما؟ لا ما عندها تماما. هو ممكن مسالمه ممكن دائما فشي بس هي حصر مثلا تسخينه والرئات تعبانه. هو احنا غالب هو اخ حسين هو احنا غالب اللي نشخصهم بورم الرئه الخبيث اللي جاي من التدخين سموه ورم الخلايا الحرشوفيه. هو الدائم عنده هو القحه يعني القحه ذات البلغم اللي هي الرطبه، فهذا يعني شلون متعايش وياها اللي هي قحه التدخين. هو يسموها قحه التدخين. قحه التدخين فقحه التدخين على غفله بدا ينزل الوزن مال المريضه او يطلع الدم. طبعا من طلع الدم معناها تنخرت الخلايا يتنخر النسيج مال الرئه مال الحويصلات الهوائيه بحيث صار تكهف به بحيث طلع الدم. فولهذا هي الكتله مثل ما يقول الاخ حسين 6 سنتيم، فهذه يعني ذايبه من جوا بحيث بدات تطلع بالحويصلات الخلايا ممكن حتى يطلع الدم. والله يا اخ حسين يا اما ناظور يا اما خزعه تمام. عن طريق المفراس وندخل بالخطه العلاجيه يعني باسرع وقت ممكن، لان الحقيقه يعني احنا ما بدنا ننتظر في الشيء، بدنا ننتظر وفاتها اذا ما تتحمل هاتي. وتتحمل صح. اذا يعني وحتدخل بخطيتها. نعم، فيعني لازم تبقون لاخر لحظه تحاولون وتحاربون بالعلاج. تمام، صح وعافيه ان شاء الله للحجيه. شكرا لاتصالك، يا هلا ومرحبا. دكتور هذه نقطة كلش مهمة، احنا دائما نعاني بها ويا مرضانا بمختلف انواع الاورام. صح. انه يعني رفض العائلة، لان احنا مثل ما هسه انت حكيت حكاية قلت لي انه المريض هو غير مؤهل لاتخاذ القرار. تمام. بغض النظر عن عمره او عن نوعية مرضه. والحقيقة مو غير مؤهل، هو مرات احنا يعني الانسان عنده يعني عنده تمسك بالحياة حتى لو عمر كبير. بس يجوز المحيطين ما اعرف ليش دا يتخذون قرار عنه انه ما يتعالج. نعم. طبعا انا الحقيقه افسرها مرات تفسيرات مو بصالحهم، يعني اقول مثلا يتعاجزون اي تعبانين ما بهم حيل يدوخون نفسهم. وللاسف انا حتى صادفت انه على مود يورثون، فهي ما اعرف اللي دا يتخذ هيك قرارات يعني شو تنتظر؟ صح. يتوفى والدك ووالدتك. صح. هذه يعني مو صحيحه طبعا. ولا يعني بالجانب الديني والروحاني دخلت بخطيته يعني وكسبت اثم. بقى رب العزه كاتب له انه بالعلاج ما راح يستجيب. طيب امنا بالله، لكن احنا يعني همينا ما ندخل بالبير ونقول لا يغرقونه. نعم. همينا نحاول نطلع من البير اللي وقعنا به، نحاول نطلع من الحفره. بعد رب العزه كاتب لها النجاه وياما وياما. يعني اليوم سبحان الله، هو اليوم تبلغت اكو مريضه انا بعدني كنت مقيم 2010 سرطان منتشر، مرأة يعني موظفة يعني لنا معرفة بها، حتى كنت مقيمة أقدم حتى بداخل البورد، كملت البورد منتشر بحيث متآكل الثدي عندها في وقتها، وكانت المراهنة أنه ما حتطول. إلى اليوم 2010 واليوم 2023 توفت البارحة 13 سنة. ايش بيها 13 سنة؟ يعني لو ما متخذة قرار المعالجة شو؟ مريض السرطان الست أشهر يعني تفرق له احنا بالنسبة لنا في المنتشر. نعم. اللي احنا مرات نقول انه حيتوفى قريبا او نعم. خلال اسابيع 13. نعم. سنة يعني، وهاي علي مريضة. نعم. من اني مقيم الى ان هسه اني اخصائي صار لي كذا سنة. وبهاي ال 13 سنة. نعم. اكيد المريضة ما كانت قاعدة وساكتة، اكيد تروح وتجي وجلسات وعلاجات. اخذت فترة شفاء تام وبعدين عودة صارت، يعني هو قدر رب العزة بعد عدة سنوات امنا بالله. لكن هذه ال 13 سنة شنو ما محسوبة؟ يعني لا فترة بالعكس كلش كبيرة، يعني ابو القلب ابو الجلطة اللي ما بي شيء اساسا يجوز انه ما يعيش هذه الفترة. فهو صح. صار مرض مزمن، ليش دا صادر حق المريض انه يتعالج؟ والله فالحقيقة والله دا يدخلون في خطية المريض.
نعم، هذه نقطة كلش يعني أتمنى أني من كل اللي يشاهدنا من أي شخص عنده مريض بالسرطان أنه فعلا إحنا نظل نحاول ونحارب الآخر لحظة ويا طبيب الأورام حتى يعيش هذا الشخص أو يكسب شفائه. ويانا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا. أبنى طيب كبير بالسن. نعم. مصاب بورام بالبروستات. نعم. تحت العلاج الهرموني. ممتاز. سووا له تحليل يسموه تحليل بي اس اي. بي اس اي نعم. أول تحليل كان 3.8. زين. التحليل الثاني صفر يعني او بوينت 3. ممتاز. كل زين. هذا بعد ما ضرب الابره بعد ما ضرب الابره بالبطن. الاجراءات الهرمونيه عاليه. خيتي بعد ما ضرب الابره الهرمونيه اللي بالبطن بدا ينزل البي اس اي غير. نعم. يعني كان ياخذ علاج. بدا بالعلاج. ياخذ علاج هاي 3 جلسات. تمام. ابر لو حبابي. أبر وحبوب. أبر وحبوب، ممتاز جدا. سويتوا له فحص بالبداية على مود تعرفون هل هو منتشر أم غير منتشر؟ زالوا يمكن أكو احتمال قليل بالنقاط قليلة بالحوض. بالنقاط قليلة بالحوض، فهذا بال هذا ممتاز جدا. عمره بالثمانية. تمام. هو هذا الطبيعي خيتي، سرطان البروستات ورم البروستات الخبيث ينشأ كبار السن. اغلب الحالات الاغلب يعني حتى تكون المعلومه للجميع. راح معكم انا من التلفزيون. اي افضل. انت بس العفو شنو سؤالك بالضبط؟ شنو العفو خيتي شنو سؤالك بالضبط؟ سؤال بالضبط شنو معناته هذه السي اس اي؟ اوكي تمام حلو. هسه يعني سؤال عاشت ايدك. عاشت ايدك. شكرا لاتصالك. نعم اوكي شكرا. يا هلا. ورم البروستات الخبيث هو ورم شائع جدا، والحقيقة دائما من أول 10 أورام بالعالم وبالعراق. يعني ممكن الأرقام اللي عندنا قليلة لأن بعضها ما توصل المستشفى الأورام، يعالجها طبيب البولية ما يعالجها طبيب الأورام، وهي واحدة من المشاكل اللي يعانيها مع أورام البروستات. الإجراءات الحديثة والعلمية الحديثة طبيب الأورام هو اللي يعرفها بصراحة، لأن يعني طبيب البولية رجل يطلع على الأورام الأمراض الحميدة أغلب من الطلاع من الأورام الخبيثة. الحمد لله بدأ بعض التعاون من استشارين الجراحة البولية بإقامة اجتماعات مشتركة مع أطباء الأورام وصول للتشخيص. ورم البروستات قلنا شائع جدا، هو ما يصيب غالبا الا كبار السن. اكو حتى دراسه تقول انه اغلب المتوفين بالشيخوخه من يحللون البروستات مالتهم يلقون خلايا سرطانيه. مقوله قديمه تقول لا احد يتوفى بسرطان البروستات. يعني لان غالبا حيكون ويا سكر وضغط وادويه ويعني وامراض اخرى. حتى أصحاء البدن من الكبار السن ممكن ينشأ عندهم ورم البروستات. نعم. من لطف رب العزة أن أغلب الحالات ما تكون منتشرة. تماهلنا بالعلاج أو يعني عدم سرعة التشخيص تؤدي إلى الانتشار. مشكلته أنه حيبدي ينتشر للعظام أغلب الحالات. طبعا والزين بيه أنه ما يروح للرئة ولا الكبد إلا حيل متفاقم بالعظام يا الله. نعم. الزين البي أيضا أنه حتى إذا راح للعظام يظل العلاج أول خطوة يكون العلاج الهرموني. بالسنوات الأخيرة يعني سنوات كثيرة كان العلاج عبارة عن أبرة بالبطن اللي هي الزولديكس أو عملية رفع الخصيتين. هذا الإجراء يسويه عادة طبيب البولية. الخطوة اللي وراها للأسف تتأخر، هي هاي المشكلة الأساسية. حاليا حتى غير منتشر أكو عقار اسمه أبرتيرون متوفر، وفرته وزارة الصحة من سنوات طويلة. كان في بداية السرطانات المتقدمة، بعدين بدأت الدراسات تظهر بحيث تقدم شيئا فشيئا خطوة إلى الأمام، بحيث أنه ما تصير عندنا حالة الانتشار إلا بعد سنوات كثيرة. تمام. نصيحتي لكل مرضى الأورام البروستات أو اللي عندهم أورام بروستات خبيثة أن يراجعون طبيب أورام ويراجعون مراكز الأورام، لأن هذا العلاج الأبراتيون بدأ يأتي نتائجه حتى في تأخير الانتشار المرض. حتى إذا أنت عندك ورم بروستات في مراحل الأولى اسأل عن عقار الأبراتيون حتى ينضاف على العلاج اللي يدت أخذه. بالإضافة إلى أنه فكرة رفع البروستات جذريا مو هو العلاج الوحيد للورم المتموضع، يعني اللي هسه بعد ما متقدم
مو رأسا نفكر موضوع رفع الجذري للبروستات، ممكن علاجه بالإشعاع مع الهرمونات. ولا تخاف من موضوع الكيمياوي، الكيمياوي بعد عدة علاجات فاشلة أخذت عدة سنوات يلا حتوصل لمرحلة الكيمياوي. يعني خلينا نقول من السرطانات الخفيفة. بالضبط يا عمي ويا حجي، لا تقول كبرنا وما أريد أتحمل كيمياوي، أنت ترى ما حتاخذ كيمياوي، حتاخذ علاجات هرمونية، حبوب حالها حال أدوية الضغط والسكر اللي تاخذها. فراجع طبيب الأورام عند تشخيصك حتى لا تتأخر بالعلاج إلى مرحلة أنه يتقدم المرض بسرعة. حاول أن تستفيد من وجود هاي العقارات وتوفرها بوزارة الصحة والمراكز، وحتى طالب طبيب البولية اللي بدها تتعالج به أنه يحولك عليها. إحنا بالنسبة لنا متوفر هذا العقار، وحتى صار صناعة وطنية فمتوفر، وحتى مو غالي، حتى في حالة الحاجة إليه ممكن تناوله. هسه حاليا حتى بالمراحل بالبداية، المرحلة T3 بالبداية بدأ يظهر إلى تأثير جدا مهم في تأخير الانتشار، وحتى زيادة إطالة عمر المريض أزيد من 5 سنوات. حلو، هسه هذا الكلام كله تفضل انتفضل بكل شيء. PSA هو رباط السالفة مثل ما يقولون أهلنا. PSA هي مادة بروتينية تنفرز من البروستات، يعني ممكن الحصول على يعني على نتيجة منها عن طريق فحص بالدم. هاي البروستا PSA ليش بدنا نعتمد عليها؟ لأن في عندما تعبر نسبة محددة حتكون إشارة إلى أنه أكو مشكلة بالبروستات. مو بالضرورة أن يكون هاي المشكلة خبيثة، لكن بعد وصول إلى أرقام عالية جدا يلا يبدي الشك أنه أكو ورم خبيث. هل هي دقيقة جدا؟ لا، مو حيل دقيقة، لأن ممكن الحصول على شيء دقيق اسمه فحص شامل مثل البيت سكان اللي عندنا بالأورام. أكو فد شيء اسمه بزمة سكان. نعم، عاشت إيدك دكتور. اللي هو فحص العفو يطلع الورم الخبيث مال البروستات وين منتشر، وبدقة عالية جدا أكثر من المفراس والرن. تمام، أحسنت، عاشت إيدك. ويانا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى عاشوراء. أجورنا وأجوركم أعظم إن شاء الله، تفضلي. أنا أعاني من ورم وألم بالثدي الأيسر. تمام، رامي بالثدي الأيسر، أوكي. راجعت دكتور أورام وسويت سونار وتحليل هرمون البرولاكتين، فكان طبيعي، التحاليل مالتي جدا طبيعية الحمد لله، بس بالسونار بين عندي التهاب أنسجة. وصف لي الدكتور أوبر على حبوب، يعني أخذتهم ما صار يعني أي نتيجة على العلاج. أنا ما شفت الكتلة أنت تحسين بها موجودة الأورام وألم، بس هاي صار يوم تقريبا راح الألم بس الأورام بعدها. تمام خيتي، يعني الحقيقة أضلاعي من ورا، يعني من ظهري وأضلاعي من قدام، يعني ألم كلش قوي. إيش قد عمرك خيتي؟ عمر 32. 32، هل متعلقة هاي الآلام متعلقة بالدورة؟ هي من اجتني، يعني هي صارت هاي الآلام، يعني العفو هو غالب هاي الدتوس تقريبا. تمام، هاي الدتوس فيها الحقيقة هي مو أورام، لا تسميها أورام، يعني الحمد لله بعيد الشر عنك مو أورام. الموضوع كتل ناعمة هذه يسموها. طبعا هذه نتيجة تغيرات هرمونية تطرأ على جسد الأنثى قبل الدورة. فالحقيقة هذه سويت التحاليل. اي لا العفو، بس اكمل الفكرة انه هذه تغيرات هرمونية ما تؤدي بالمحصلة النهائية الى نشوء ورم خبيث. حتصير يعني احنا نسميها فايبرودينوسيس وفايبرودينوما، هذين تليفات حميدة احنا نسميها. حتى في حالة وجود كتلة السونر بعمرك، السونر كفيل ان يميز لنا بين هل هي تليفات حميدة ام خبيثة. فاللي افتهمته من القصة اللي حكيتها انه هي تليفات حميدة، ومع يعني مع توسع بقنوات الحليبية هيك قالوا لك. هذه الحقيقة هاي تغيرات هرمونية، علاجها حيكون أدوية انتبايتك على مود إذا أكل التهاب، وممكن أكو بعض المستحضرات الطبية دي يستخدموها حاليا لتقليل حدتها. لكن هذه التغيرات الهرمونية مرتبطة بالدورة، يعني وبشدة الدورة. غالبا يعني نسبة مو قليلة من النساء تعاني من هاي المشكلة، وتسوي تحالي وتسوي سونارات وتظل قلقة وتظل تروح وتجي. احنا بالنسبة لنا هذه الشغلة حتى تكونين بالصورة خيتي،
نسبة تحول التليف في الحميد الفايبرادينوسيس الفايبرادينوما اللي هو ورمة تلزم ورمة حميدة نسبة تحولها 3 بالألف، يعني من كل ألف مريضة أكو 3 فقط اللي يتحولن، فماكو داعي للقلق الكبير. أنا يعني غالب مرضاي اللي يعني تجي تراجع، طبعا تراجع طبيب أورام باعتبار أنه هي خايفة من الورم الخبيث، طبعا ممكن حلها عند الجراحين، ممكن حلها عند يعني ممكن نتراجع، والأفضل نتراجع أخصائي بالثدي نفسه جراحة الثدي، كشف مبكر عن الثدي، وأيضا أطباء الأورام. مثل هيك حالات أي ما تحتاج السؤال مالك هل تحتاج عملية؟ ما حد تحتاج عملية، هذه أنت بس شوية نتابعها. نعم بس أني كنت حامل بنتي يعني تمام. قبل تقريبا سنتين. نعم. فعلى طول فترة الحمل أنا صار عندي تورم. تمام. صار يجمع خراج يعني. تمام. فاضطريت من جبتها اضطريت انه اسوي عملية وطلعوا لي هذا الخراج. اي طبعا اذا صار خراج لا طبعا لازم يعني اثر على كل جسمي. هسه بالثدي الثاني يعني مو تمام. هو نفسه. تمام. فاني اخاف يعني لين دائما. لا طبعا هو انت خوفك مشروع والمتابعة ضرورية، ومثل هيك حالة ممكن كل 6 أشهر نسوي سونار حتى نأمن تماما، وحتى لا يتكون خراج، وإذا تكون خراج ينبذل بعملية أو بالسحب. بس الموضوع تحول إلى الخبيث بس التوضح للآخرين ترى نسبته كلش ضعيفة يتحول إلى خبيث. المتابعة يعني ضرورية على مود أولا الاطمئنان النفسي اللي عندك، وبنفس الوقت على مود فيما لو ينشأ ورم يضيع بهذه القصة الحميدة. فإحنا دائما نطلب من مثل هيك حالات أنه تظل التابع، لكن التابع مو بالارتباك اللي نصيحتك دكتور والله ظلي تابع خيتي، والأدوية بسيطة ومسكنات البسيطة. أنا عادة أكتب بونستان بهذه الحالة، شوية الألم يكون يستجيب للبونستان، وبنفس الوقت لا يعني ليس عندك هلع من هذه القضية، نسبة تحولها إلى شيء خبيث قليلة جدا، وإن شاء الله عمره عافية عمره عافية. شكرا لاتصالك عزيز، يا هلا ومرحبا. طبعا هو هنا همين المريض أكو لو يكون كلش مهمل النفس بحيث أنه ما يدير باله يروح وبعد ما يجي أو الموضوع يسبب له قلق بحيث أنه فعلا يوصل مرحلة الهلع. لا هي للأسف يعني هي واصلة مرحلة أنه أكو خراج وساحبته، وطبعا فتقلق يعني هذه مثل هاي الحالات موجودة، لكن يعني الحمد لله والشكر مو متى دي للسرطان. هذا هاي الرسالة نحب نوجهها أنه تابعوا، لكن يعني مو بالهلع اللي يعني لا تبدون تخافون، ويعني مو ضروري إجراء عملية لرفع التليفات الحميدة لأن نسبة تحولها مثل ما عندنا 3 بالألف. عاشت إيدك دكتور. خلي نشوف هذه الصورة دكتور وتعليقك عليها، إنه هي أكو عندي مراحل للسرطان. نعم. من يبدي من خلية واحدة إلى أن يوصل مرحلة الورم المنتشر، إيش قد تقريبا تأخذ هذه الفترة؟ لو تختلف حسب المرض وحسب نوعية الطفرة الجينية اللي بدت بيها هاي المشكلة. فهي خلية بدت من طفرة جينية، إذا تلاحظ الخط اللي مصطفى به الخلايا هذا يسموه لامينا بروبريا، هذا حتى تبدي تتكاثر وبعدها ما عبر هذا الخط. هذا الخط يعني خط افتراضي، وصولا إلى أنه بعدين من نعبر هذا الخط حيصير عندنا اللي يسموه انفيزيف التغلغلي. أول ما يبدي تصير خلايا سرطانية مجهرية ومتموضعة وصولا إلى عدة انقسامات. هاي العدة انقسامات ترى آلاف الانقسامات، يعني مو هي خلية انقسمت مرتين صار سرطان، لا كثير من الأحيان يعني تضمحل والجسم يكون ردود فعل مناعية بحيث تقتلها. فيما لو لم يتكون هذا رد الفعل المناعي حنبدي هاي الاي بي سي انتشار السرطان من الموقع الأساسي من عبرنا هذا الخط المناعي الأول اللي قلنا اسمه لامينا بروبريا، حيصير سرطان تغلغلي حيدخل للمجرى اللمف والدم وصولا إلى انتشار إلى أجزاء أخرى من ضمنها الكبد والعظام والرئتين. أوكي أنتوا كأطباء أورام تريدون دائما المريض طبعا دائما إحنا مريض أكثر. إحنا حاليا يعني الحقيقة علميا لحد الآن ما نعرف المريض في مرحلة الخلايا السرطانية المجهرية، لأن ما عندنا وسيلة كشف عليها في الخلايا المجهرية. ودائما أكثر شيء جينيبي. دائما يجي ككتلة. فنبدي نحصل عليه لما يكون بي. نكتشف عن طريق السونار أو المفاريس أو هسه حاليا دخل
البيتسكان. اوكي دكتور، اريد بصوره عامه لكل انواع السرطانات، هل هنالك فد اسباب مثل مباشر او غير مباشر او عوامل خطر تزيد نسبه اصابتي باي نوع من انواع السرطانات بصوره عامه؟ يعني العوامل المعروفه دائما واللي هي عندها اطلاع، يعني الناس عندها اطلاع عليها، هي الخلايا يعني العفو، التعرض للتدخين، التعرض للمواد المسرطنه من ضمنها الاشعاعات المعينه. اول شيء قلت انت التدخين. التدخين طبعا، والتدخين لان هو السبب الرئيسي في كثير من الامراض والسبب المحسوس، لان احنا نعرف هذا مدخن صار به سرطان. بس مو هي المشكله هذه فد نقطه، كل المدخنين كل المدخنين يشوفوا يعني يشوفوا نفسهم انهم عايشين ودا يروح ودا يجي، فما يشوفوا ابدا سبب لاي نوع من الامراض، بينما احنا هسه لو يعني لو يدرسون الطب راح يلقوا في كل الامراض هو موجود كعامل خطر او كسبب. هو طبعا سبب رئيسي لكثير من الامراض من ضمنها سرطان الرئه، الخلايا الحرشوفيه. سرطان الثدي ما ربط تماما بالتدخين، لكن ايضا اكو علاقه سببيه بيناتهم. في عده سرطانات هنالك علاقه للتدخين. المدخنين يعني نتيجه كون السلوك حياتي لا يمكن الاستغناء عنه، ونتيجه انه بتقادم السنوات يا الله يتحول الى خلايا سرطان، يعني حينتظر سنين طويلة، ومو بالضرورة أنه بالمحصلة النهائية حيصير سرطان نتيجة التدخين، من هنا جاي التماهل واللي يعني أغلب المدخنين يفكرون بهالطريقة. إحنا بالنسبة لنا اللي علينا أن نوعي بهالاتجاه، لأن التدخين يؤدي إلى السرطان. حتى لو واحد بالألف، أنت ليش تخلي روحك أساساً يعني هذا الواحد بالألف؟ هو مبدئياً المدخنين يقول لك إحنا كنا في سباق، كثير منهم حيدخل يعني حيوصل لنهاية السباق يتوفى نتيجة أمراض أخرى، لكن هذا السبب اللي نقول بالمحصلة النهائية يؤدي إلى السرطان. كثير من الأحيان إعادة قراءة مع النفس يؤدي إلى ترك التدخين. نعم. وأكو فعلا هيك حالات يخافون من السرطان تركوا التدخين؟ أي طبعا أكو هيك حالات، أكو بعض الناس عندهم إرادة، مثل السمنة. السمنة هم نفس الحكي تؤدي إلى السرطان. السمنة هم يعني في حالة يعني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل السمنة هم حتتقلل نسبة الخطر والإصابة بالسرطان. أوكي، خلينا نشوف هذه الصورة كملخص للناس. تدخين على رأس القائمة من فوق، كثرة التعرض للشمس بدون وقاية، هذا يؤدي إلى سرطان الجلد. الحقيقة احنا حالات مو كثيرة عندنا بالعراق نتيجة التعرض. ليش؟ لأن احنا عندنا التعرض للشمس، شمسنا كلش عالية، فاحنا أصلا نعيش بالظل. لا احنا نعيش بالظل عادة، فيعني ما نتعرض مثل الاستراليين وامريكا اللي هم يروحون يسوون برونزاج على الشط وكذا. احنا اصلا شمسنا حارقه وجونا يؤدي الى انه احنا نعيش بالظل، فنسب يعني موجوده سرطان. اذا طلعت شمسنا نعمه دكتور، هاي اول مره الحقيقه احنا حننهزم فما حصير عندنا. مو مثل اللي يعني ماكو عاقل بالعراقي يقضي على الشط بهالشمس. صحيح اكيد. الوجبات السريعه، التعرض للاشعاع، البدانه مثل ما حضرتك ذكرت، اهمال ممارسه الرياضه، العامل الوراثي، التلوث والمشروبات المحلات، والافراط في تناول اللحوم الحمراء. اكو مشكله بس بدي اوضحها، مشروبات المحلات حاليا صار كثير من اللغط عليها، والاسبارتام والسكرين والاسبارتام، ترى نسبه الزياده نسبه موجوده صحيح، واعلنت منظمه الصحه العالميه انه قد يكون مسبب للسرطان، بس ايضا لا داعي لهذا الهلع. اذا انت مثلي اني ويا الاسبارتام، يعني ممكن السكري ممكن الاسبارتام، بس نحب نوضح حقيقه، اكو زياده، لكن لما يكون افراط في تناول الاسبارتام النسبه اذا نحب نحسب احنا حيكون 40 ملي غرام كل كيلو، اذا ما نتجاوزها ما حتزيد النسبه. في حاله تجاوزها حتزيد النسبه 15%. شلون اقرب ال 15%؟ انا عاده الطلاب يبنى اقرب هيك النتائج، الباسيف سموكر اللي مو يدخن بس لين مدخنين يمه، الدراسه الاشهر اللي خلت انه يعني الباسيف شلون نقول السرطان الثانوي او التدخين الثانوي يزيد 30% من نسبه الاصابه بالسرطان، فهو نصف هالزياده، واللي هي الحقيقه مو زياده مثلا للضعف، مو زياده، التدخين نفسه يزيد الاصابه بالسرطان عشرات الاضعاف. نعم. فمو هي العامل السببي، النسبه والتناسب مال السبب مو قوي.
لكن بنفس الوقت ما يخلينا نقول انه هي حميه، يعني انه استخدامها امن. الافراط في استخدامه بما يتجاوز 40 ملغرام لكل كيلو من الجسم، يعني الواحد اللي وزنه 100 كيلو، طبعا احنا عاده يعني اللي زايد وزنهم يستخدمون هذا الاسبارتام حتى يخفف. اذا نحسبه نضرب عدد الوزن مالتنا بالكيلوغرام نضربه في الأربعين ونباوع المستحضرات اللي احنا بدنا نستخدمها، اذا تجد نسوي معادله ونوصل الى نتيجه الاستخدام الامن شلون. اوكي، يعني هسه انت هم يعني قلت لي فد نقطه مهمه وحلوه، انه اني اذا مو مدخنه وقعدت لي شخص مدخن فراح ازيد بنسبه 30% اني لبيها ولا عليها. انا الحقيقه هذه هم هذا الهلع العالمي من موضوع الباسيف سموكينج هم بدي اتطرق له شويه، يعني يصير مفاجاه بالكلام. الموضوع التدخين الثانوي والخطر نتيجة وجودنا قريبين من المدخنين، هذا جاي من دراسة عالمية كل الشهيرة شافت انه اللي عايشين يم المدخنين او اللي يعني مو هم يدخنون، القريبين منهم يدخنون، زادت نسبة اصابتهم بسرطان الرئة الى 30% عن الطبيعي. هذا ادى بالمحصلة النهائية ان التدخين يصير في اماكن محددة ما اعرف ايش، مو يعني الحقيقة الهلع اللي مناشئ عنه بيأثر بصورة مو علميا دقيقة. هسه حاليا اكتشفنا انه هذه السرطانات اللي تنشأ عند غير المدخنين الطفرات الجينية مالتها ما لها اي علاقة بالتدخين. اوكي، وبنفس الوقت يعني تجنبوا المدخنين، تجنبوا التدخين اماكن مغلقه، امنا بالله بس ما نتبرن المدخنين. لا مو على التبغي من المدخنين، بس ترى هي مو هذا السبب. لان الحقيقه الطفرات اللي يعني بالفتره الاخيره بدينا نعرف تماما سرطان عند غير المدخنين الطفرات الجينيه المسببه الى ما متعلقه ابدا بالتدخين، تمام، ولا يسببها التدخين. وطبعا السرطانات عند غير المدخنين ارحم بكثير من السرطانات اللي عند المدخنين. اوكي، وبنفس الوقت مثل ما انت قلت اللي دا يستخدم اسبارتام او سكرين هو اساسا دا ينقص وزن، فبالتالي دا يزيد يعني دا يوخر شيء بالضبط من نسبه خطر عنده، دا اخلص من البدانه اللي صار، يعني العامل السببي للسمنه اللي يؤدي الى السرطان اكثر بكثير من استخدام المشروبات المحلات او استخدام الاسبارتام. اوكي، احسن دكتور. طبعا دكتور قبل شهر من الان كان اكو مؤتمر لجمعيه الاورام، مؤتمر قمه الاورام بالعراق اللي انعقد، طبعا احنا كنا حاضرين وغطينا شويه بعض الفعاليات. ونشكركم جدا على تغطيتكم لهذا. تعليق حضرتك، لماذا مثلا بالعراق في بلدنا يعني تقام مثل هكذا فعاليات؟ شنو اللي دا يخدم المريض المصاب بورم، المريض العراقي؟ الحقيقه انا من سر جمعيه الاورام السريريه العراقيه، وهي جمعيه منتخبه من أطباء الأورام لغرض زيادة الوعي لدى أطباء الأورام ولدى المجتمع بالدراسات الحديثة لطب الأورام ودراسة مدى إمكانية تطبيقها على الواقع العملي. احنا سنويا نقيم مؤتمر علمي، وإن شاء الله بنهاية شهر 11 حيكون مؤتمرنا العلمي الرابع. بهذه المؤتمرات نناقش الدراسات الحديثة اللي نشرت في المجلات العالمية المرموقة واللي قدمت بالمؤتمرات العالمية المرموقة لسرطان الثدي. السرطانات عموما من ضمنها سرطان الثدي. اطلاع الاطباء الاورام على هذه الدراسات هي الحقيقه مسؤوليه الجمعيه. الفائده اللي حتنعكس على المجتمع لما يكون طبيبك ملم بكل التطورات والتحديثات اللي تواءم ظروف العراق واللي تؤدي الى ان نطالب ببعض الاجهزه الجديده، اجراء عمليات معينه كانت لا تجرى في العراق. من أهم الشغلات اللي قدمناها بهذا المؤتمر دكتور محمود الشهاب الله يعطيه الصحة والعافية موضوع سرطان الأنسجة الرخوة وسرطان العظام اللي كان يؤدي إلى البتر تماما، ينبتر المريض ويأخذ كيمياء وبعدين يرجع يتقدم المرض. حاليا الحمد لله والشكر بدأ في مدينة الطب، الرجل صار فترة طويلة يعني قبل بدأ سنة من الآن يجري عمليات فقط رفع الورمال بالعظام وبدون إجراء والمحافظة على العظم. هذه بحد ذاتها واحدة من التحديثات اللي يجب أن تعمم بحيث أطباء الأورام يعني ما يوصلون إلى مرحلة البتر ويعرفون وين يسوون هاي العملية، وبالمحصلة النهائية المريض أيضا ما حيضطر يسافر للخارج مثل ما كنا مثلا نحرص على المريض انه ما يبتر، ان نخليه يعني يسافر للخارج يسويها. الحمد لله والشكر.
شغلة ثانية اللي قدمناها مثل هذا المؤتمر نوعية جراحة جديدة. حالياً الأورام الثدي، أورام الثدي ما تؤدي إلى رفع الثدي كاملاً، بس حالياً نستعيض عنها برفع الجزئي للرفع الجزئي للورم. تفضل حضرتك. أي نعم. بعلاج سرطان طبعًا الثدي. طبعًا. يعني مو نفس فكرتنا القديمة إنه خل أشيل كله وأخلص بالإندل. فكرتنا القديمة راجعة إلى 1890. زين أوكي. ما يفرق. واندحضت صار لها عشرات السنوات. نعم. وكان الحكي شو احنا بعدنا نخاف، مو هي هاي المشكله. والحقيقه جزء منها الاطباء وجزء منها الجراحين. نعم. اللي يفضل ويخلي في داخل المريض الاحساس بعدم الثقه بالاجراء الجراحي الجزئي. الحقيقه انا والدتي بال2007 شالت الثدي كامل. نعم. ادت يعني فقدت كثير من انوثتها، فقد يعني دائما اقولها لمريضتي نتناقش بعض المرضى، دكتور ليش ما اشيله واخلص؟ اقولها ماما نفسيه راح تتاذي. اقولها ماما انت ترى ثاني يوم حتقولين سويت بروحي. نعم. بينما انا يعني من التسعينات بدات الدراسات تظهر انه متساوي الجزئي مع الكلي. نعم. ليش نشيل الكلي؟ بال 2022 ظهرت دراسه سويديه من 50,000 مريضه، احنا حديثين العهد بالجزئي. نعم. فما نقدر نحكم. أوكي. ونشوف قليل. بس برا اكثر. برا السويد صار لهم سنوات طويله يسوون. دراسه سويديه تقول احنا الجزئي احسن من الكلي من ناحيه العوده ومن ناحيه اطاله عمر المريض. اها فاذا انا دا اجرم بالمريض من دا اسوي كلي وجزء هو ما راح يفرق اساسا على سير العلاج. كانت عندنا احنا يعني اطباء الاورام عندنا اذا اكثر من كتله بالثدي لا ارفع كلي. حسنه ظهرت وهي واحده من الدراسات اللي قدمها استاذ عقيل شاكر من قبل اطباء العراق استاذ جراحه الاورام، انه حتى المتعدد نجري له جزئي. يعني حتى لو كتلتين بالثدي ثلاث كتل بالثدي نجري جزئي، لان عالميا ظهر انه ما لها داعي رفع الكامل. يعني هذه هم كلها امال علاج ناجحه جديده بالضبط للمرضى اللي يعانون. دكتور هذه الصوره كملخص لنصائح وقايه من السرطان، ما اعرف اذا راح توافقني عليها لو لا. اتناول طعام صحي، احافظ على وزن مثالي، اعرف التاريخ العائلي الصحي لعائلتي، اقلاع عن التدخين، اخذ لقاحات، فحص دوري شامل، ترك المشروبات الكحوليه، استخدام واقي شمس، وممارسه رياضه. اتفق تماما واريد اتكلم. تكفي هذه؟ اي اريد يعني اتفق تماما وما تكفي، لكن اريد حتى على اذا حافظنا على ذني ممتاز. نعم. موضوع معرفة تاريخ العائلة الصحي أريد أتكلم عنه جزئيا، وخصوصا في سرطانات الثدي والمبايض. تظهر عندنا عوائل كلها مصابة بسرطان الثدي، قد تعبر واحدة منها ما تعبر. هذه طفرات جينية موجودة بالعوائل، لن ننكرها، لن نقول على مود مثلا يتقدمون البنات ننكرها. صح. لا عيني، احنا مثل هيك حالة تتعالج وتصير يعني بدون علاج حتى كيميائي. لا ننكرها، لازم نبحث عنها، لازم نسوي الفحوص اللازمة لمعرفة هو عائلي لو مو عائلي. حتى إذا عائلي نتلاحق من البداية، نرفع جزئي، يجوز ننتهي بحب هرموني ونخلص. وطبعا ما لها داعي إذا اكتشفنا نرفع الثدي والمبايض. يعني عندي مريضات اكتشفت أن عندهم الجين اللي هو براكوان براكتو. نعم. بقيتهم. نعم. متابعة. صح. بمجرد بس شنو المتابعة تصير لصيقة بحيث هو ما يظهر أي تغيير بالضبط بالداخل، نتوازن ناخذ عمليات جذرية ولا نوصل. هنا دكتور الوعي، الوعي والثقافة هو هنا للمريض العراقي أو للإنسان العراقي عم بده يتقبل إنه شلون يتعاون. هو إحنا إذا كسرنا الحاجز النفسي اللي يقول إنه هذا ذاك المرض ولازم نهزم منه، وإذا دورت بيه حيطلع بيه. صح. هاي لازم نعوفها. لازم نوصل إلى نقطة إنه إحنا ان يعني نكتشف قبل حدوث الكارثه. نعم. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. نعم. احسن دكتور احمد، الوقت مر كلش سريع ويا حضرتك، بعد عندي هواي محاور عن التشخيص وطرق العلاج، لكن ان شاء الله نلتقي بحضرتك يعني بلقاء اخر نغطي باقي. حاضر. الموضوع. حاضر. صحه وعافيه. شكرا جزيلا. وشكرا جزيلا قناه كربل الفضائيه والدكتور رشا المحترمه واللي استضافتنا قبل 5 سنوات ومرت ال5 سنوات واليوم تفاجأت والله من قلتي 5 سنوات. نعم. عمره عافية إن شاء الله. الله يسلمك يا أهلا دكتور. إذا مشاهدينا الكرام أبعد الله عنكم كل السيئات. الصحة والسلامة لكم مشاهدينا، وانتظرونا بالأسابيع المقبلة.